الحمد لله، الحمد لله، من تمسك بشرعه كفاه، لا يذل من والاه، ولا يعز من أعرض عن هديه واتبع هواه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره، ولا رب لنا سواه. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اجتباه ربه واصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى تفرج الكربات، وتستجلب البركات، وتستنصر رب البريات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، تمر أمتنا الإسلامية في هذا الزمن بساعات عصيبة ومحن عظيمة ونوازل شديدة ونكبات متلاحقة لقد تغير حالها وتبدل واقعها. لقد غدت أمة الأمجاد أمة ضعف وإخلاد، فأصبحت فرقاً مبعثرة وأمماً متناحرة، فلا تكاد تخرج من نكبة إلا وتصعق بأخرى. وما أعظم ما نسمع اليوم ونشاهده أيها الكرام، ها هي الأنباء صباح مساء تحمل إلى كل مسلم غيور خبراً عن إخوانه في فلسطين، ما يزلزل قلبه ويعصر فؤاده ويكوي كبده بالأسى والحزن. أحداث دامية ومناظر مأساوية، قتل وخراب، همجية ودمار لا تعرف للإنسانية معنى. لقد تفنن اليهود في اقتراف الجرائم وارتكاب المذابح في سجل حافل بالخزي والعار، وإن كل بلاء وشر على أرض فلسطين سببه يهود بني إسرائيل. ومن بين أيديهم ومن خلفهم أمريكا، خائنة السلام والإسلام وراعية مجالس الخوف والدمار، يتحدثون عن السلام بألسنتهم ويباشرون الحرب بأفعالهم. وحقيقة الأمر دماء تراق وأرواح تحسد وحرب من الأرض والبحر والسماء، وأمريكا حاملة لواء الديمقراطية والمتشدقة عن الأمن الدولي والاستقرار العالمي، تعطي اليهود الضوء الأخضر لقتل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، فهم يحركون الفتن بأصابعهم الدنيئة ونفوسهم الحقيرة ونواياهم الخبيثة. قال الله تعالى: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً، والله لا يحب المفسدين. هذا هو تاريخهم، فهل ينسى التاريخ؟ لقد تجاوز استكبار اليهود حدوده، وبلغت القطرسة الأمريكية مداها، فأولعوا بالدماء الطاهرة البريئة، وسفحها وسفكها دون اعتبار لأي قيمة إنسانية. وماذا فعلوا ويفعلون الآن في غزة وفي قدسنا الشريف؟ أقاموا المذابح في المدن والمخيمات، ظناً منهم أنهم سيكسرون إرادة الشعب الفلسطيني المسلم.
ولكن هيهات هيهات، فلقد ضرب لنا الشعب المسلم الفلسطيني أروع الأمثلة والبطولات، فمع دماء الشهداء ومئات الأسرى، ومع الحصار الشامل للمدن والقرى وقطع المياه والطعام والدواء، يؤكد الشعب الفلسطيني أنه لا استسلام ولا ذل ولا هوان، وأن الجهاد ماض حتى النصر. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ما نسمعه ونراه اليوم فصل من جهاد عظيم وصبر طويل. لقد جاهد هذا الشعب فصابر وسبر، فما هدأ وما استكان، ولا أعطى الدنية في الدين يوما من الأيام. لقد علم المرابطون على أرض الإسراء والمعراج الأمة كيف تعيش عزيزة كريمة وتموت عظيمة شهيدة، والأمة التي تحسن صناعة الموت الشريف يهبه الله لها حياة عزيزة في الدنيا ونعيما خالدا في الآخرة. فيا حماة الأقصى، اصبروا وصابروا ورابطوا، فإن نصر الله قريب. فكلما اشتد الظلام قرب بزوغ الفجر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، جرت بالأقدار أقلامه ومضت في الخلائق أحكامه. نشهد أن لا إله إلا هو، ونشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالحق والهدى والدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، قضت حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده بأنواع البلاء والمحن، ومن فوائد البلاء أن يتبين الصابر من الساخر، ويتميز الشاكر من الكافر، والنتيجة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ابتلاه الله تعالى بتوفر الأمن فليحمد الله وليتذكر حالة إخوانه الخائفين الوجلين، ومن ابتلاه الله تعالى برغد العيش فليتذكر حالة إخوانه الجائعين والمحاصرين ممن تقرحت أكبادهم وأشداقهم وباتوا جوعا يتضورون. عباد الله، وبعد هذا التذكر يأتي دور العمل، فالشعور وحده لا يكفي، فلنمد يد العون إلى كل مسلم منكوب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. فالمسلم الحق يشعر بمعانيه فالمسلم الحق يشعر بمعانات إخوانه حيثما كانوا، ويتألم لمصابهم أينما حلوا. هذا، صلوا وسلموا على الحبيب المجاهد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا كاشف الهم ويا منفس الكرب ويا رافع الضر يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اكشف الضر عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إن إخواننا في فلسطين مظلومون، فانصرهم يا ناصر المظلومين ويا منجي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولي أمرهم واحفظ واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم، في هذا الوقت المبارك، أن تؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والدين. اللهم قوِّ شوكتهم وسدِّد رميهم ورأيهم وثبِّت أقدامهم وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.